مع ازدياد انتشار التكنولوجيا بشكل سريع ورواج وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تظهر معطيات خط الدعم للإنترنت الآمن مؤخراً أن ما يزيد عن 50% من الشكاوى التي تصل من المجتمع العربي تتعلق بمنصات التواصل المختلفة، في ظل تقاعس الشركات الكبرى في محاربة هذه الظاهرة بشكل صارم مثل فيسبوك وجوجل، ما يثير قلق المختصين في هذا المجال. احنا لازم دايما ان نبلغها ونقدم بلاغات عن هدول الاشخاص. ثانيا لازم هاي الشركات نفسها تعرف شو العلاقة طبعا عن تشغيل الجوريتم خاص اللي بيقدر يعرفوا قديش هذا الشخص معروف للشخصية نفسها او للمستهدف او مستهدفة. اذا كانت العلاقة بيناتهم هي مش علاقة مباشرة او حتى مش طرف اول تاني ثالث، عمليا رح يمنعوا، مفروض يمنعوا هاي التحرشات. تشير معطيات التقرير لخط الدعم أن النساء هن المتضررات الأكبر من هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل سريع، ما تجعل مهمة مواكبة تشريع قوانين لمحاربتها مهمة صعبة، وتدفع نحو تشجيع الجمهور لاستعمال الأدوات المتاحة حالياً. يوجد حماية حسب قانون الأفلام القصيرة اللي يتم من خلالها أيضاً التحرش أو الصور، نشر الصور. هناك أيضاً تطور في فهم قانون التحرشات الجنسية، بحيث أصبحت القضاء أيضاً يتعاملون معه كقانون يمنع التحرشات الجنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حقيقة يجب التسريع في عملية تشريع من شأنها أن تلاحق التطورات في الحاصلة في الحقل. مهم أخيراً القول أن التثقيف والمعرفة والوعي لدى أيضاً النساء والرجال في هذا الموضوع، والفهم بأن ما يقومون به هو خرق للقانون، أمر هام جداً. التسارع في انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يبدو هو العقبة الأولى أمام الناشطين في هذا المجال، الذين يطالبون الشركات الكبرى بالتعامل الجدي معها في الوقت الذي تتهم فيه الجهات المسؤولة عن ردع المتحرشين بالتهاون في أداء مهامها.